مرتاح حبيبي. اهلا اهلا. شو لنا على مستعيل فيها؟ مستعيل على الفن انت. خلي لي حياك الله. لا شو برا هون اتفه. اه هون. لا انت من الفنانين اللي عرضوك اهلك في بدايه مشوارك الفني انك تدخل هذا المجال صح؟ صح. ليش؟ لانه ما بطعمي خبزي. انا ما كانت بذهني كل القصه قصه انه يعني ممثل. بالصدفه المحضه، مو انه القصه موجوده عندي، موهبتي موجوده، بس انا ما عم فكر روح اشتغل عليها لاعمل ممثل او اعمل فنان. هلا انا هذا مزاجي الحقيقه وهي طريقتي، وعم بتكون مقبوله عند الجمهور وعم تقدر تصل. نعم. قصه التنميط انه انا ما ضليتني عم اشتغل بكل المسلسلات ابو بدر. هذا ان شاء الله ما تواجه مشاكل. بيت الشهرة. بيت الشهرة ما في مشاكل. طيب. بيت الأسرار. بيت الأسرار، أسرارك كثيرة أنت. ادخل الشهرة. كيف بتستبدل أدواتك وشو بتعمل لتخلق الكيمياء الناس تتشربها؟ فعلاً هي المصيبة وقت اللي بيلزقوك شركة من شركات الإنتاج، بيلزقوك بممثل ما بتعرف من أين أنزل، من وين سقط، وين صار قدامك، هذا هون بصير الكارثة. الحقيقة لا بعب بنفع الكيمياء ولا الجغرافيا ولا الفيزياء ولا التاريخ ولا شيء معين. الأكلات الحلبية بالأوساط العربية دون منافس بتاخد الميدالية الذهبية، وأول عشرت محبوبي عيني وهدني خاتم قلبي ألماس، وهذا قصدي مطلوبي عيني، وهذا اللي بين الناس. بعد 25 سنة فن ودراما ومسلسلات، أيوة. وين صرنا؟ لساتنا هلا بالتلفزيون الفجيرة، رغم انه ما شكلك وعم كيفك. لا تفوت هالفوتة، مالك مصلحة. صار لك 25 سنة عم تبني حالك. 25 سنة عم تبني اسمك. تمام. مين أنت صرت بالوسط الفني؟ محمد خير جراح. شو يعني؟ أنا في كتير أدوار عم بعملها. هلا بهذا رمضان هلا عم ينعرض لي على هي المحطة اللي عم أعمل فيها هذا اللقاء، عم ينعرض لي مسلسل عامل فيه شخصية جديدة. مو بتعمله أنت لحتى لا بس تنشهر؟ لا لا حبيبي، لا. أنا بحب أعمل أدواري مشان أستمتع. بتعمل أغنية، بتعمل مشروع فني. إن شاء الله أنا كل الشغلة بدي أفصلها على كيفها. أنا في شغلات كمان بدي أسويها على كيفي، هي وجهة نظري أنا بقولها.